خلاص بعد عليا. اسمحي لي اختي قمر، والله ما بالعان. اختك كي شفت حيزيه وليت اختك. سعيد واش كاين واش صرا؟ جيت فايته خبطت فيا ما فهمتش، ما تشوفش ولا درتها بالعاني. والله ما بالعاني، انا كنت داخل بالبطاطا رافدها ثقيله وهي جات تجري خبطت فيا. شوف يا سعيد قسما بالله العظيم نقولها لك قدامهم، يا ودي الدور بيا نروح لعم الحاج نحكي له كل شيء من الاول للاخر. واش صرا؟ قلت لك والله ما بالعاني، انا كنت داخل وهي خارجه تجري وخبطت فيا. قولوا لها تسمح لي. اكيد تشوفي روزا، اكيد تشوفي واش راهي داير. بالك تزيد تلقاي لي صبه. حزيه انا ما شفت والو، وما تنسيش انت اللي قلتي لي هذيك اللفعه هذيك اللفعه، ولا نسيتي؟ دير كلش. هي اللي بدلاتك عليا. شكون هذه؟ اللي كنت مسح لها في قندورتها. واش راكي تهضري حيزيه؟ شوف انت واش راك دير. اذا ما عينكش فيا قولها لي. بصح باش تروح تبع لي بنات الدار عيب عليك. روح لعندي قولي واش كاين، عيط عليا. حتى ولا حبيت تروح ربي يسهل عليك. بصح ما تبعليش بنات الدار. اوكي غير تخلطي بالهضر على بالك. سعيد اني نهضر معاك قولي واش كاين. واش راح نقول لك حزيه ما كاين والو. حزيه تبدلتي ما عندي ما نجاوبك على بالك، وليت ما نفهمكش. شكون عيط لك؟ واحد. وكي واحد علاش ما تجاوبش؟ ثاني هذه ودخلي روحك فيها ما نجاوبش. حزيه راني حابه نعرف شكون تبدلتي ما نجاوبش. خايف نعرف كلش. مش هتعرفي ما وليش نفهمك. ما تروحش باه تدي الفطور لهادي سلام، ادخلي جيبي القفة من الداخل.